من اللحظة الأولى اللي أطلق الفلسطينيين فيها حربهم للمقاومة والنضال وحلمهم في تحرير الأرض، مصر دخلت على خط الأزمة باتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة منع التصعيد. الرئيس السيسي تابع الموقف العام من مركز إدارة الأزمات واستقبل امبارح اتصال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتشاور وتنسيق جهود وقف التصعيد في غزة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستقبل الرئيس اتصال من محمد شيع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق حول المستجدات الإقليمية. الحقيقة الرئيس السيسي حذر من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن. في اتصال مع تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أكد الرئيس السيسي أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، واستعرض التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية. طبعا وزير الخارجية المصري سامح شكري عمل جولة دبلوماسية مع عدد من المسؤولين الدوليين لمحاولة وقف التصعيد ومن أجل ضبط النفس. ووزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان رسمي حذرت فيه من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف. طبعا مصر دعت الأطراف الفاعلة دوليا التدخل الفوري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات ووقف الأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال. والنهارده الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اتصال من الملك الأردني عبد الله الثاني حول مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعنف والتوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن لتحقيق التهدئة ودفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. حول الموقف المصري والمواقف الدبلوماسية وأثرها في الأحداث، معنا على تليفون السفير محمد العروبي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية، منذ قليل تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وبحث الرئيسان حالة التصعيد الأمني والعسكري على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وأشار إلى خطورة غياب الأفق السياسي وتفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ من استمرار التصعيد الحالي وما يصاحب ذلك من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، مؤكدين أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية. سيادة السفير، كيف تثمن الموقف المصري الداعم للحق الفلسطيني؟ طبعا الموقف المصري، أولا مساء الخير لحضرتك. أهلا بحضرتك. الموقف المصري طبعا معروف تاريخيا ونضاليا أنه دائما بيقف مع نضال الشعب الفلسطيني ومع حقوقه المشروعة. وأعتقد أنه زي ما البيان بالنسبة للاتصال ما بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن، أعتقد أن فكرة غياب الأفق السياسي للحل بالنسبة للقضية الفلسطينية هو اللي بيدفع إلى هذا العنف ومتبادل ما بين الطرفين. وده أمر يعني مصر حذرت منه كثيرا، وحذرت أنه إهمال القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بها سواء كان على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي هيكون شأنه المستوى كثير. الإقليمي بمعنى أنه الموقف الآن يحتاج إلى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية؟ على سبيل المثال لازم نكون في اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، وحضرتك برضه ما ننساش أن احنا منذ ثورات المغرب طلبت كده. مظبوط يا فندم، المغرب وفلسطين وموريتانيا وفلسطين طبعا. نعم. لكن هو حضرتك يمكن هتلاحظي انه منذ ثورات الربيع العربي بمعنى اصح في مجملها تراجع الاهتمام الاقليمي بالقضيه الفلسطينيه لحد كبير، وكانت هي ضحيه لما يسمى بالربيع العربي في ذلك الوقت. وآن الاوان
ان يكون فعلا الافق السياسي هو يعني الموضوع على طاوله التفاوض الدائم في الفتره القادمه. يجب ان يكون هناك امل للشعب الفلسطيني ان هناك عمليه سياسيه جاده وواضحه تلمعات هتوصله الى تحقيق حقوقه المشروعه في وقت معروف، لان اطاله امد الازمه بهذا الشكل هو الذي يؤدي الى مثل هذه المشاحنات او الاقتتال اللي موجود الان في بقعة عزيزة علينا جميعا اللي هي قطاع غزة. نعم. وبالتالي انا بشوف انه الجهود المصرية اعتقد ان هي هتكون مركزة في الفترة القادمة على اضافة زخم سياسي كبير واجماع دولي على انه خلاص انا الاوان الان ان يكون في اجماع على ضرورة تحريك القضية الفلسطينية في الإطار السياسي. أيوة، هل العرب عندهم يعني آلية يقدروا من خلالها أنهم يدفعوا الغرب لتغيير مواقفهم الداعمة أبدا لإسرائيل؟ يعني حضرتك عندنا مبادرة العربية للسلام، وعندنا الأزرع العربية اللي مدت إيدها بالسلام في الفترة الأخيرة. أعتقد أن هو الآن الأوان أن يكون هناك مقابل أيضا من الجانب الإسرائيلي لهذه النوايا من جانب بعض الدول العربية أن يكون هناك سلام في الإقليم، لكن سلام في الإقليم بدون حقوق الفلسطينيين هذا لن يتحقق. والشعوب العربية حضرتك ملاحظة أن هي رافضة مثل هذا الأمر، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مقاربة جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، يكون في إجماع دولي كبير جدا على أنه لازم حقوق الشعب الفلسطيني تعود إليه، ويكون في قرارات دولية يجب تنفيذها. واعتقد ان ده مسعى مصري منذ سنوات ان احنا نلتزم بمقررات الامم المتحده ومجلس الامن الخاصه بالقضيه الفلسطينيه، وهذا امر اعتقد يعني هيكون فيه زخم كبير في الفتره القادمه بعد دوره العنف اللي احنا شفناها او بنشوفها هذه الايام. نعم، هل ما ترتكبه الان اسرائيل في غزه يعتبر او يدخل في بند الدفاع عن النفس؟ لا حضرتك، طبعا اسرائيل قوه احتلال وبالتالي هي عليها التزامات كقوه احتلال. نعم. الشعب الفلسطيني عانى كثيرا من سواء كان من الحصار الدائم من جانب اسرائيل او من العمليات العسكريه من حين لاخر، وللاسف يعني اللي بيستهدف فيها دائما المدنيين. يعني ينطقع الان على اسرائيل مسؤوليه جنائيه؟ لا حضرتك، ما نقدرش نقول ان هي مسؤوليه جنائيه، لكن ده عدوان صريح واضح من جانب دولة على مدنيين عايشين في سلام وعزل وأهداف عسكرية لدولة هي محتلة لأراضيهم. مسؤوليات دولة الاحتلال إيه؟ يعني على هؤلاء المدنيين العزل المفروض القانون الدولي الإنساني بيقول إيه في المواقف دي؟ حضرتك دولة الاحتلال علينا تحمي الشعوب اللي هي يعني اللي بتقع تحت سطوتها أو تحت سيطرتها، ما تبقاش هي الشعوب ديت هدف مباشر لها تحت اي ظرف من الظروف. يعني هل تحترم اصلا اسرائيل، يعني هل تحترم من الاساس القانون الدولي الانساني او القانون الدولي حتى بوجه عام؟ حضرتك طبعا الملاحظ ان كل قرارات الامم المتحده اللي ظهرت بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اسرائيل لم يعني تأبه بها على الاطلاق، ولم تحاول حتى انها ترعيها او تنفذها. اسرائيل دائما تعتبر نفسها انها فوق القانون، وبالتالي ده يعني نتيجة ان في دول كبرى بتدعمها وبتقف وراها وبترى انه من الواجب ان هي تقدم لها الحماية الدائمة، سواء كانت يعني بتقوم بافعال منافية للقانون الدولي او ضد القانون الدولي، وده في حد ذاته امر بيجعل هناك حالة دائمة من الغضب والسخط من المجتمع العربي بوجه عام، والناس بتشعر ان في حاجة اسمها كلب ميكيالين، يعني دولة بتمارس سطوتها وقهرها لشعب كبير وفي نفس الوقت لا تنال أي نوع من الإدانة من المجتمع الدولي، مش كله ولكن جزء كبير منه. إيه هو مش عايزة يعني أفول، بس محتاجين نسأل إيه هو السيناريو الأسوأ لما يمكن أن يحدث للقضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة؟ وللأسف طبعا احنا امام قوة الجيش الاسرائيلي، الشعب الفلسطيني يعني نال الكثير من الخسائر خلال الموجات الماضية،
لغايه امس افتكر في يمكن 300 مدني فلسطيني استشهدوا في عمليات الاغاره الجويه من الجانب الاسرائيلي. السيناريو دائما غزه بتكون هي الهدف وهي الضحيه، ولكن الحقيقه الشعب الفلسطيني بيقدر ان هو يقوم مره اخرى وصمد امام موجات كثيره من الغارات والتدمير. واعتقد انه مصر بتعاون في هذا الشان في اعاده البناء واعاده التعمير والوقوف مع الشعب الفلسطيني الاعزل في غزه في المرحله الحاليه. هل اغرق طوفان الاقصى اتفاقيه اوسلو وما بعدها؟ والله حضرتك ده سؤال كويس، لكن انا بشوف انه هناك بدايه جديده لعلاقه قد تكون فيها قدر اكبر من النديه ما بين الشعب الفلسطيني واسرائيل، وبالتالي اي اتفاقات سابقه اعتقد ان هي مش هتكون مطروحه في الفتره الحاليه، لكن هيكون في مدخل جديد وتقارب ومقاربه جديده نتيجه العمليه اللي حصلت امس ومستمره اليوم وايضا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجيه ووزير الخارجيه الاسبق.